السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم معايا في قناة حلويات صفاء. كنتمنى تكونوا دائما بخير وعلى خير وفي اتم الصحة والعافية. ان شاء الله غادي نحضر مع بعضياتنا واحد البريوش او لا واحد الخبيزات كيجيو زوينين بزاف لذادين، غادي نديروهم بالنكهة ديال البرتقال. تبعوا معايا الفيديو الى الاخر باش تعرفوا على الوصفة. اول حاجه خديت انا واحد الاناء درت فيه كاس ديال الماء دافي وكاس ديال الحليب دافي، وهنزيد عليهم 100 غرام ديال السكر ما يعادل كاس لارب ديال السكر. زيدوا عليهم 10 غرام ديال الخميره حبيبات، تقريبا 10 غرام واحد المعلقه وشي شويه. نزيدوا عليهم 100 مليلتر ديال العصير ديال التشين ناتورال، وغادي نزيدوا عليهم بيضه كامله، القشره ديال البرتقاله محكوكه، ومعلقه صغيره ديال الفاني سائله. غادي نحرك كل شيء مع بعضياته. وعلى فكره راني زدت كذلك كاس الا ربع او لما يعادل 100 مليلتر من زيت المائده. خلطت كل شيء مزيان. من بعد غادي نزيدو 750 غرام ديال الطحين، تقريبا غادي تحتاجوا 750 غرام حتى 790 غرام ديال الطحين. غنزيدو معاهم واحد المعلقه صغيره ديال الملحه صافي. وكنبدا كنخلط هكا في العجينه ديالي، تنعجنها في الاول بالسباتولا، من بعد كنكمل هكا عجينها بيديا. ما كنعجناش بزاف، غير كنحاول ان داك الطحين يتدخل مزيان مع باقي العناصر وباقي المكونات وما يبقاوش عندنا حبيبات. صافي، من بعد ما تنخدمها هكا شويه بيديا، يعني راه ما كملاش حتى 5 ديال الدقائق، كنغطيوها بالفيلم اليمونتير صافي. وغادي نخليوها تخمر تقريبا 45 دقيقه. ملي تدوز لنا 45 دقيقه تناخذوا العجين ديالنا وتنفرغوه من داك الهواء اللي اكتسب اثناء الاختمار. هكا كنزولوا منه داك الهواء وكنزلو داك العجينه وتنغطيوها ونخليوها تخمر للمره الثانيه تقريبا نص ساعه ولا حتى يضاعف الحجم ديالها. ملي صافي تتكون عندنا خمرات كناخذوا هاد العجينه هادي وكنحطوها على سطح العمل او طاوله العمل، من بعد ما تنكونوا رشيناها بشويش ديال الطحين. غادي نشكل هكا واحد الكره وغادي نفرقها ولا نقطعها. هاد تقريبا هاد العجينه هادي غادي تخرج لكم 23 قطعه، بكل قطعه غادي تكون فيها 60 غرام. يعني بالضبط انا هاد العجينه هادي خرجت لي 23 قطعه ولا كويوره من هاد الخبيزات هادو. فصافي، من بعد ما كنعبرهم انا هنايا من الاحسن باش كيجيوني كلشي قد قد، تنديرهم هكا في الميزان وكنحسب فيهم 60 غرام في الوحده، كنشكلهم هكا كويرات كنستفهم، ومن بعد ما كنسالي تشكيلهم كاملين كنغطيهم وتنخليهم يرتاحوا 10 دقائق. ملي كيدوز لي داك 10 ديال الدقائق كناخذ اول وحده كنت بديت بيها وغادي نبداو نشكلوها. ساهل التشكيل ديالهم، غادي ناخذوها غير هكا نبسطوها هكا شويه بيدينا وصافي. وكان تنحاول هكا نلفها على نفسها وصافي، كنحربلها هكا واحد شويه وصافي تتكون عندنا واجده. كنديرها في واحد لاطا فيها البابيي ديال الفران. فصافي غادي نعاود نكمل هنايا معاكم بنفس الطريقه، تتكملوا جميع العجينه اللي عندكم وكنحطوها هكا في اللاطا كيف ما قلت لكم فيها البابيي سولفوريزي صافي. وغادي نغطيوهم ونخليوهم كيخمروا تقريبا، غادي ياخذوا لكم تقريبا واحد 40 دقيقه وهما كيخمروا. المهم انكم تشوفوهم ضعف الحجم ديالهم صافي، داك الساعه كتعرفوا بانهم خمروا مزيان. هنايا غادي نحضروا، هذا كيبقى اختيار، ولكن غادي نحضروا هنا واحد السكر اللي تيكون عندنا فازك او لا سكر مبلل ممكن نقولوها هكا. عندي 100 غرام ديال السكر ولا كاس الا ربع ديال السكر، كندير فيه غير شويه ديال العصير ديال التشين يكون طبيعي ولا عصير ديال البرتقال يكون طبيعي. كنحركهم تنخليهم على جنب. هنايا استسمح منكم بورك لحقاش كان مشى لي واحد الكليب من الفيديو، لحقاش فاش كنت كنصور كنت دايره بوز الكاميرا وما رديت لهاش البال. المهم انا غادي نقول لكم هنايا شنو درت باش غادي باش انا كيف ما لاحظتوا مشات لي الهضره. المهم باش هنايا دهنت داك الخبيزات، عندي غير صفار البيض مع واحد القطره ديال الحليب وشويه ديال الملحه والفاني سائله. درت واحد الشويش دهنت بهم داك الخبيزات بعد ما خمروا، اولا داك البريوش بعد ما خمر، ودرت له هكا واحد التفليحه من الوسط بواحد زيزوار هكا، دير واحد التفليحه من الوسط ولا موس صافي. وتنديروا داك السكر اللي منسم عندنا بالليمون اولا بالبرتقال.
وصافي. اللي بغى يزيد يزين هاد الخبيزات هادو ممكن يزينهم مثلا بداك السكر اللي كيكون شنقولكم اللي كيكون كريستاليزي، فممكن اولا بشي حاجه واحده اخرى اللي يعجبكم، اولا ممكن تخليوه غير هكاك صافي. وكندخلوهم الفرن سخن على درجه حراره 180 درجه، الحراره كتكون من الفوق ومن التحت. تقريبا غادي ياخذوكم ما بين 20 حتى 25 دقيقه. هنايا كنوريكم حتى اللاطات الثانيه اللي كنت درت، حتى هما درتهم بنفس الطريقه، دهنتهم وغير هادو زدت شردتهم حتى من الجناب، كنديرو مكسكر ثم كندخلوهم الفران صافي. بعد ما كدوز داك الوقيته هكا تيكونوا عندنا الخبيزات ديالنا واجدين، تحمروا وخدا داك اللوين الذهبي الزوين، كيجيو رائعين بزاف، المذاق ديالهم كيجي غزال وكيجيو اسفنجيين بزاف بزاف، عرفتي شي كيلقطن. فكنتمنى ان هذا الفيديو ديال هذا النهار ينال اعجابكم، ما تنساوش الى عجبكم انكم ديروا واحد اللايك لهذا الفيديو هذا، وكذلك اللي مازال ما اشتركش بالقناه مرحبا بكم، الف مرحبا، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش هكا فيما كنحط شي فيديو يجي عندكم اشعار. شكرا لكم بزاف مرة واحدة اخرى، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله بحول الله. دمتم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.